أخبار عديدة متنوعة نوجزها لكم في أخبار الحياة. ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك خلال زيارته الأخيرة لنيويورك لحضور أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 قمم عالمية و19 لقاء ثنائيا ومتعدد الأطراف طرح خلالها رؤية مصر أمام ما يمكن وصفه بمجلس إدارة العالم. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع دعا إليه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وحضره وزراء خارجية في مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن بومبيو عرض خلال الاجتماع أفكارا أولية حول فرص التعاون الأمني في المنطقة ومكافحة مصادر التهديد للاستقرار والتي سيدرسها الوزراء لمواصلة التحاور بشأنها بما يتناسب مع التطورات في المنطقة. وقع وزير الخارجية سامح شكري وثيقة انضمام مصر لمدونة السلوك، وهو الحدث الذي نظمته كازاخستان على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ضرورة اعتماد مدونة سلوك عالمية للتوصل إلى عالم خالي من الإرهاب. وشاركت مصر بدور قيادي طوال الأشهر الماضية في التفاوض على المدونة التي تم التوصل إلى صياغتها النهائية. يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم السبت اجتماعا مع الدكتورة رانيا مشاط وزيرة السياحة لمتابعة ملفات القطاع، كما يعقد اجتماعا لمتابعة ملف السياحة العلاجية بحضور عدد من الوزراء المعنيين. تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية اليوم السبت بالتنسيق مع عدد من السلاسل التجارية طرح السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتنفيذا لاستراتيجيات وزارة الداخلية لتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية. قال وزير البترول طارق الملا أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعدما تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي، وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعب يوميا هذا الشهر مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعب يوميا في يوليو الماضي، مشيرا إلى أن الإنتاج المصري ينمو باضطراب منذ بدء تشغيل حقل ظهر في ديسمبر الماضي. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إطلاق قوافل متنقلة لطرح المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في العديد من المناطق بالقاهرة والجيزة، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطن في المناطق الأكثر احتياجاً، وكذلك المناطق البعيدة عن معارض أهل المدارس حيث ستتيح السيارات نفس المنتجات الموجودة بالمعرض. تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت مؤتمرا صحفيا للإعلان عما تم رصده من إيجابيات وسلبيات في الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد، كما توقع الوزارة بروتوكولات مع إحدى الجهات بحضور الدكتور طارق شوقي وقيادات الوزارة. تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة حملاتها الرقابية المكثفة والمفاجئة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والأسماك و480 مجزر لحوم حكومي وخاص لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق مع المحليات وجهاز الشرطة والصحة والتموين. بدأت حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة لخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عمل الصيانة الدورية للمتحف الحيواني بالحديقة لعدد 1800 من المحنطات من زواحف وثدييات وطيور من خلال 3 طوابق يضمها المتحف، وذلك من قبل فريق متخصص بمعمل التلف البيولوجي بوزارة الآثار. ورياضيا، اعتمدت الجمعية العمومية للأهلي لائحة النادي الجديدة خلال الجمعية العمومية التي أقيمت أمس الجمعة بمقر الجزيرة بحضور 16138 عضو، ووافق على اللائحة 13921 صوت، بينما جاء عدد الرافضين للائحة 2087 صوت.